يعتمد نوع الطعام الذي نتناوله على أي جزء من العالم الذي نعيش فيه، أو أي جزء من البلد الذي نعيش فيه. على سبيل المثال، في جنوب الصين يأكلون الأرز، ولكن في الشمال يأكلون الشعرية. وفي الدول الإسكندنافية يأكلون الكثير من الرنجة والسردين والحب البرتغالي. ولكن في أوروبا الوسطى بعيدا عن البحر، نعوده ونكمل بركة. في الدول الإسكندنافية يأكلون الكثير من الرنجة والسردين. في الدول الإسكندنافية يحبون الكثير من الرنجة. وفي البرتغال يحبون السردين. ولكن في أوروبا الوسطى بعيدا عن البحر، الناس لا يأكلون كثير من الأسماك. يأكلون المزيد من اللحوم والنقانق. وفي ألمانيا وبولندا هناك المئات من أنواع السجق المختلفة. في أمريكا الشمالية يوجد في أستراليا وأوروبا دورتان أو أكثر لكل وجبة، ويأكل الناس بلا سكاكين والشوك. ويوجد في الصين دورة واحدة فقط، كل الطعام معا على الطاولة، ويأكلون مع عيدان تناول الطعام. في أجزاء من الهند والشرق الأوسط يستخدم الناس أصابعهم وخبزهم لالتقاط الطعام. في هذه الأيام من الممكن نقل غذاء بسهولة من جزء من العالم إلى آخر. يمكننا أن نأكل ما نحب عندما نحب وفي أي وقت من السنة. موزن يأتينا من الكاريبي أو إفريقيا، يأتي الأرز من الهند والولايات المتحدة الأمريكية، والفراولة تأتي من تشيلي أو إسبانيا. الغذاء مهم جدا، لكن الناس في البلدان الفقيرة ما زالوا يعانون من الجوع، ويأكل الناس في البلدان الغنية الكثير من الطعام.